بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الفيديو الأول من فيديوهات كتاب A1 Treasure. الكتاب ده يا شباب هو كتاب الترم الثاني، الكتاب ده اللي فيه الشرح والتمارين وكل حاجة كده، كتاب شامل يعني، غير كتاب A1 Practice. A1 Practice ده بيكون كله أسئلة، وده نزل الترم الأول بس وموجود محلول كاملا. احنا بنتكلم دلوقتي على كتاب A1 Treasure. اول سؤال كده، او بدايه قبل ما ابدا الاسئله، عايز اقول لك ان احنا هنمسك سؤال نحله بتقنيه وبدقه شديده شديده شديده. عايز تركز معايا كده وتبقى واد برنس، عشان احنا مش هنعدي اي ملحوظه غير لما نقولها. اول سؤال معانا بيقول لي rehab is not but that hasn't stopped her from working out. بدايه كده يا مستر احنا بنراجع، عايزك تتكتك معايا كده وتقول لي على كل الملحوظات، وعايزك تبقى نفسك حلوه كده، ما تكونش من النوع اللي بينزعج سريعا عشان احنا هنقول كلام كتير. عايزك تعرف بدايه ان stop بيجي بعدها to، والفعل في المصدر ممكن نستخدم ستوب وبعدها الفعل مضاف له اي ان جي. ده اول ملحوظه عايزك تحفظها. الملحوظه الثانيه، تعرف ان احنا ممكن نستخدم ستوب وبعدها نجيب مفعول وبعدين فروم والفعل مضاف له اي ان جي، وكذلك برضو ممكن نجيب ستوب مفعول وبعدين الفعل مضاف له اي ان جي. الفرق بينهم ايه بقى؟ الفرق بينهم في الاتي، ان ستوب تو معناها يتوقف عن شيء لكي يفعل شيء اخر. طب ستوب اي ان جي معناها يبطل يعمل شيء. طب بمعنى نقول لك مثلا stop to talk معناها توقف لكي نتحدث، اقف كده بطل عشان او اركن يعني في جنب عشان نتكلم. الراجل بيدخن فهقول له stop smoking يعني توقف عن التدخين، بطل تدخين. حلو. طيب ممكن بقى اقول لك I stopped، انا اوقفت او منعت علي from taking your pen. ده معناها ايه؟ ان انا منعت علي من انه ياخد your pen قلمك. وممكن اقولها بشكل تاني فاقول لك I stopped علي taking your pen، ودي معناها برضو ان انا منعت علي من انه ياخد ايه؟ قلمك. طيب جملة او الفكرة التانية اللي في الجملة دي، في فكرة تانية عايز اقول لك عليها برضو في الجملة دي. هو الاول بس مديني stop، مين فيهم هنا؟ مديني stop وبعدين مفعول وبعدين from وing معناها يمنع. هي الجملة الاولانية، فبقول لي rehab بتكون ايه؟ ولكن ذلك لم يمنعها من العمل. طيب احنا قلنا الاجابة كده هتكون disabled. طب بمعنى ايه؟ رحاب بتكون معاقة وذلك لم يمنعها من العمل. طب ليه unable؟ unable يعني غير قادر. ما ينفعش العرب يقول لك رحاب غير قادرة ولكن ذلك لم يمنعها من العمل. fit يعني لا اقبلنا زي ما اتفقنا، وready يعني جاهز او مستعد. الملحوظة بقى اللي عايز لك عليها هنا في موضوع disable دي هي الاتي، عايزك تركز لي كده شوية في الكلمتين اللي اقول لك عليهم دول. كلمة disable ده verb بمعنى يعيق. يعني ايه يعيق؟ يعني يوقف، وبرضه معناها يعني يوقف برنامج يعني عن العمل. على سبيل المثال I disabled the antivirus، يعني انا اوقفت عمل الانتي فيروس. ليه؟ الانتي فيروس كان مخلي الجهاز تقيل فانا اوقفت عمله. رقم اتنين، ممكن اقول لك you can't disable me يعني لا يمكنك ان تعيقني. I will do it، سافعلها، لا يمكنك ان تعيقني، فانا كده كده هعمل الحاجه دي. امال ايه disabled بقى؟ disabled دي معناها معاق، عكسها او عكسها يعني able اللي هم القادرون يعني. طيب ركز ان دي عباره عن adjective صفه مش اسم. ارجع لجملتك الثانيه كده رقم اثنين، بقول لك diets اللي هو الانظمه الغذائيه الريجيم يعني are most effective when not with exercise. الريجيم ده بيكون اكثر ما يكون فائده عندما يتحد، يبقى combined يعني لما نجمع بين الريجيم والتمارين. separated دي معناها منفصل، prevent يعني يمنع، وبعدها حرف الجر from، deal معناها يتعامل، وحوار deal دي فيها كم ملحوظه كده برضه عايزك تعرفها عشان هتقابلنا تاني قدام. كلمه deal with دي كده معناها يتعامل مع، وبرضه معناها يعامل يعني. طيب كلمه deal with يتعامل مع ويعامل. طب لو قلنا deal in معناها يتاجر في، وهنا كده هتساوي trade ان، يعني ايه تريد ان؟ يعني يتاجر فيه. طيب كلمه ديل لوحدها كده معناها اتفاق، ات از ا ديل بتوين مي اند يو، انه اتفاق بيني وبينك. طيب في كلمه كمان اسمها تريت اللي معناها يعامل، بتساوي ديل بس لازم مع ديل ناخد وز. على سبيل المثال اقول لك مثلا دونت تريت مي يعني لا تعاملني لايك ذات، هكذا. بدل ما نستخدم كلمة تريت دي كان ممكن نستخدم ديل، بس ديل عايزة معاها وز، لا تتعامل معي هكذا. الجملة الثالثة بيقول لك يا عم
because of his accomplishments. accomplishment إنجاز زي كلمة fulfillment إنجاز زي كلمة برضو achievement إنجاز. my father has always been a أو a يعني a to my sons he is their favorite role model. role model ده هو القدوة أو النموذج الذي يحتذى به. طيب أنا هنا في حتة عايزك تفتكرها معايا أنت كنت خدتها قبل كده اللي هي مين بقى؟ كلمة inspire. نعمل كده الصفحة دي عشان لو حبيت تطبعها تطبعها ما تكونش مكلفة عليك. كلمة inspire. inspire ده verb بمعنى يلهم. عايزك تركز في الكلام ده واحدة بواحدة. verb بمعنى يلهم. طب inspiring ده اسم ده adjective. adjective بمعنى ملهم. طيب inspired دي برضو adjective بمعنى ملهم. هميز لك الفرق بينهم دلوقتي. A و an بقى وبعدين inspiration. inspiration دي معناها الهام. في مشكلة هنا انت ممكن تواجهها. طبعا دي معناها الهام. المشكلة اللي ستك ممكن تواجهها في الآتي انك هتلخبط هي ملهم وملهم الفرق بينهم ايه. ملهم دي معناها يؤثر على الناس. طب inspired ملهم معناها متأثر بالناس بشخص آخر يعني. على سبيل المثال أماني is inspiring. أماني ملهمة. she affected me a lot. أثرت عليا كثيرا. طيب رقم اثنين when I watched the film I became inspired. لما سمعت الفيلم أنا بقيت ملهم متأثر باللي في الفيلم. طيب you are يا ترى هنقول إيه هنا؟ هنا هنقول حاجة من اثنين. يا إما إن أنا أقول لك you are an inspiration inspiration يعني انت بالنسبه لي تعد الهاما او you are inspiring يعني انت ملهم بالنسبه لي. طيب جملتنا بقى بيقول فيها ايه الراجل؟ بيقول لك يا عم بسبب الانجازات بتاعتها انجازاته فابويا دايما كان او ان يبقى انا عايز مدام او ان يبقى انا عايز اسم. inspiration الهام صح. respiration ده التنفس. hindrance يعني عائق. obstacle يعني عقبه. احفظهم عشان مطلوبين منك. In today's world في عالم اليوم success is something a by how much money you make from your job. ولك في عالم اليوم النجاح هو الشيء الذي يعرف بمقدار المال الذي عندك. يبقى define يعني يعرف. وما ايه define يعني ينقي. refuse يعني يرفض. appear يعني يظهر. وعندك تعرف ان كلمة refuse كان في كلمة زيها اسمها decline لو انت فاكر اللي هي كان معناها refuse و turn داون. الكلمات دي كده كان معناهم يرفض. يبقى refuse turn down decline التلاتة معناهم يرفض. طب ما هي مستر decline لها معنى تاني. decline معناها تاني يقل او ينحدر او ينحسر كده يعني. my uncle is an assistant at the city council. هو شغال ايه مساعد يعني في مجلس المدينة. administrative يعني اداري. administration الادارة. administrate يعني يدير. administrator اللي هو المدير. هو اسمه administrative assistant يعني ايه يعني معناها مدير إداري في مجلس المدينة. success in life is based on النجاح في الحياة قائم على مبني على. على فكرة بدل ما تقول is based on كان ممكن تستخدم depends on يعتمد على. hard work and a بيعتمد على العمل الجاد. و determination اللي هو الإصرار أو العزيمة. deterioration اللي هو الدمار أو التدمير أو التخلف. elimination اللي هو القضاء على أو الاجتزاز يعني. aviation دي الملاحة. which not do successful people share. مال ايه اللي الناس الناجحين بيتشاركوا فيها. so they can keep making progress عشان كده بيفضلوا يتقدموا دائما. تعال نترجم الكلمات الاربعة. quantities معناها كميات. qualities دي معناها الصفات او الخصائص ومفردها quality اللي هي معناها صفة او خاصية ومعناها جودة. demerit اللي هو العيب. طب obstacle يعني عقبة. انت بالمنطق بتقول لي ما هي الصفات التي يتشارك فيها الناس الناجحون. يقول له بعد كده 8 that champion was able to not his physical disability and win the gold medal. بقول لك ان البطل كان قادرا على انه يعمل ايه في اعاقته البدنية ويفوز بالميدالية الذهبية. تعال نترجم. overcome يتغلب على. اكيد هي دي. بالمناسبة كان ممكن نستخدم بدلا منها كلمة conquer اللي انت عارفها. overhear يعني يسترق السمع يرمي ودانه يعني. overdo over دي معناها مزودها. فoverdo يعني يزيد في الفعل. طب oversleep يعني يزيد في النوم وهكذا. don't expect to طبعا احنا خدنا هنا كده خلاص. overcome يتغلب على. don't expect to not immediate success. لا تتوقع ابدا انك تعمل ايه في النجاح الفوري. immediate يا مستر خدناها مرة قبل كده في المنهج كانت بتساوي كلمة instant.
انستنت، احفظ معايا الله يكرمك، انستنت وإميديت الاثنين مهمين، الاثنين بنفس المعنى اللي هي معناها فوري. لا تتوقع ابدا انك تحقق النجاح الفوري، يحقق نجاحا يبقى اتشيف سكسس. بالمناسبه كلمه سكسس دي اللي هو النجاح ممكن نستخدم معاها اكتر من كلمه، ممكن نستخدم كالاتي زي ما انا هكتب لك هنا كده في الحته الفاضيه دي، اكتب لك هنا كده، ممكن نستخدم مع النجاح دي حاجه من دول او الاهداف عموما، ممكن اتشيف سكسس، ممكن ريلايز سكسس، ممكن اوبتين سكسس، وكمان ممكن كمان ريتش سكسس. الناس دي كده ممكن نستخدمهم مع سكسس ومع جول. جول اللي هو مين؟ الهدف، يعني يحصل على هدفه ويحقق هدفه كده يعني. وممكن ريلايز، كتبنا ريلايز. طيب انا في الجمله هنا بقى قلنا لك اتشيف سكسس يعني يحقق النجاح الفوري. الجمله العاشره بقول لك it takes not person to remain calm in the face of danger. بقول لك يتطلب الامر شخصا ايه لكي يبقى هادئا في وجه او في مواجهه المخاطر. comfortable معناها مريح، indecisive يعني غير حاسم، hesitant يعني متردد، ودي بتساوي برضو indecisive، brave يعني شجاع. ومعنى الجمله على بعضها كده يتطلب الامر شخصا شجاعا لكي يبقى هادئا في وجه المخاطر. اتنس ايه؟ was murdered يعني قتل in his apartment، apartment دي اللي هي فلات شقته يعني، last night. game يعني لعبه، racket اللي هو المضرب، كورت دي معناها محكمة زي ما انت عارف، ومعناها ملعب التنس، ومعناها كمان بلاط الحاكم. بلاط الحاكم يعني مجموعة الناس اللي بيكونوا مع الحاكم كده اللي هم بيضلوه دول. كوتش ده المدرب، بيقول لك ان مدرب تنس قتل او وجد مقتولا في شقته ليلة امس. يور اكزام ريزلتس، نتائج الامتحانات بتاعتك، ار كوايت الى حد ما ايه يا رغد، ويل دان احسنت صنعا. indecisive زي ما اتفقنا معناها غير حاسم، لو شلنا ان سيبنا decisive يبقى حاسم، وقلنا indecisive يعني غير حاسم، دي زي كلمه hesitant نحفظ بقى عشان الكلام اتكرر، متردد. طيب inventive معناها ابتكاري، imperative ده صيغه الامر، impressive دي معناها مبهر. فانت بتقول لي ان درجاتك في الامتحان مبهره يا رغد، احسنتي كملي على زي ما انت شغاله. this beautiful nature provides، هذه الطبيعه الجميله، provides a for many artists، تعتبر ايه لكثير من الفنانين، تعتبر الهاما، والهاما يعني inspiration الى رقم دي. as a town a Mr. Sammy had to take very important decisions، هو لازم يتخذ قرارات مهمة جدا لانه شغال ايه في المدينة، ده شغال في مجلس المدينة، الراجل ده شغال الايه اللي هو الرئيس المجلس مثلا او كده. undertaker ده اللي هو الحانوتي، الشخص اللي هو المتكلف ب ان هو يكفن الناس موتى يعني. collector ده اللي هو الجامع، كوندكتور ده اللي هو السائق، وكونسلر ده لما نقول تاون كونسلر يعني حد في مجلس المدينة. طيب بعد كده أروى has a great A to succeed despite، despite دي معناها برغم وليها وقفة، the difficulty of the exam، وديفيكالتي ليها وقفة برضه. بقول لك إن أروى كان عندها إيه؟ إنها تنجح برغم الصعوبة اللي واجهتها. meaning معناها معنى، determination يعني إصرار وعزيمة، وإصرار وعزيمة، communication اللي هو التواصل، وديسابيلتي يعني إعاقة. في هنا ملحوظة عايزك تعرفها، إيه هي؟ كلمة despite، despite دي يا عم الحاج بيجي بعدها الآتي. تعرف إن كلمة despite ومعناه وبرضه أختها التانية اسمها in spite of. الناس دي بيجي بعدها الفعل مضاف له ing ومعناهم برغم. إخوات مين دول؟ إخوات also، لو أنت فاكر also، وزو وذو وإيفن زو. الناس دول برضو معناهم بالرغم من ان، بس بيجي بعدهم جمله كامله. طيب ما تديني مثال، خد لك مثال، عايز اقول لك مثلا despite being مثلا smart، برغم كونه ذكيا he failed، الا انه رسب. لاحظ انت في الجمله دي ان انا قلت لك despite وبعدها ing. طب انا عايز استخدم also يا مستر، also دي حضرتك معناها بالرغم من ان، فانت تقول بالرغم من ان هو كان ذكي، يبقى also he is أو was على حسب ما انت عايز smart he failed. لاحظ الفرق بين الاثنين، ان also عايزه بعدها فاعل وبعدين فعل جمله كامله، لكن despite ممكن being وتكمل يعني فعل مضاف له ing ونكمل. وعلى فكره ممكن despite نجيب بعدها اسم فاقول لك despite heat، برغم الحراره he didn't die، لم يمت. طيب حته difficulty اللي كنت بقول لك عليها، ممكن اقول لك it is difficult for شخص يعني كده تو والفعل في المصدر. ممكن اقول لك اي فايند، هديك ثلاث صيغ، ات difficult يعني اجد انه من الصعب، تو
والمصدر. الأخيرة بقى دي الأهم، I find difficulty. difficulty أجد صعوبة، وتجيب بعدها الفعل المضاف له ING. نضرب مثال، بص كده في الأولانية عايز أقول لك من الصعب لعمر إن هو يذاكر، يبقى it is difficult for عمر to study. ممكن نقول عمر finds it difficult to study، ممكن نقول عمر finds difficulty studying. طيب ده ملوش علاقة بإجابة السؤال، إجابة السؤال إحنا قلنا خلاص كده determination. The National Museum of Egyptian Civilization، المتحف المصري بتاع الحضارة المصرية يعني، is very beautiful and ده مكان جميل و decisive. إحنا لسه كنا حالا بنتكلم على indecisive اللي هو متردد. طب decisive معناها حاسم. طيب excessive معناها مبالغ فيه يعني مزودها يعني. impressive يعني مبهر. طب depressive من كلمة depression هو الاكتئاب، ودبريسيف معناها مكتئب. اذا الاجابة اصبحت امبريسيف، دي الاجابة الصح. الصفحة التانية بقى اللي معانا الراجل بيقول لك في اول سؤال winning the gold the golden foot award، فوزه بجائزة القدم الذهبية، والذا هايلايت، هايلايت يا مستر دي احنا خدناها قبل كده مرة، كان معناها كفعل بمعنى يبرز، يبرز او يوضح او يبين يعني، وهايلايت دي بمعنى حدث بارز. اوف محمد صلاح سجلترنج اللي هي لامع يعني، يا ترى كارير اللي هي الحياه المهنيه، بوزيشن دي معناها موضع ومكان ومعناها وظيفه، وبوزيشن كمان معناها وضع في المجتمع او مكانه اجتماعيه. وفي مصطلح خدناه اللي كان مكتوب في كتاب العمالقه، كان بيقول لك تيك ذا بوزيشن ذا بوزيشن ذات، اللي كان معناها ثينكس يعتقد يعني. ماي فادر توك ذا بوزيشن ذات يعني ماي فادر سوت. جاب وظيفة وده اسم معدود المفروض نستخدم قبلها او ان. طب ورك معناها عمل وده اسم لا يعد، لكن لو انت استخدمتها كاسم معدود قلت لي اه ورك، يبقى دي كده مقصود بها عمل ادبي مكتوب يعني زي طه حسين واعماله كده، او عمل هندسي زي ما اتكلم على الاهرامات وهكذا. We have not challenges before and we will be able to handle، نتعامل مع whatever يعني ايا ما يأتي this time هذه المرة. overstayed يعني قعد وطول في القعدة. overstay معناها يبقى في مكان لفترة طويلة. overspent يعني اللي هو زيادة الإنفاق. overdone اللي هو يعني فعل الشيء بإفراط يعني. overcome يتغلب على، وانت بتقول لي احنا تغلبنا على التحديات وسنواجه ما يأتينا. hundreds of مئات الايه will compete سيتنافسون في البطولة المقبلة. طب تعال نشوف referees دي اللي هم الحكام جمع حكم. ثيرابيست اللي هو المعالجين جمع معالج. اثليتس اللي هم الرياضيين، وكوتشز اللي هم المدربين. انت بتقول لي مئات اللاعبين سيتنافسون في البطوله المقبله. افتر رانرز ابلكيشن ووز ابروفد، ابروف يعني يستحسن، بيقول لك بعد ما الطلب التقدم اللي قدمته رنا ده ما تم استحسانه وتم قبوله، هير اتمبت يعني محاولتها تو جيت ذا جوب للحصول على وظيفه، ويز ميت ويز قوبل بنجاح، طبعا سكسس نجاح. ستريس لو التوتر والضغط، ومعناها يضغط على اكسس يعني يمكنه الوصول الى، وعايزك تعرف كده لما اقول لك هاف اكسس تو يعني لديه امكانيه الوصول الى يعني الشيء ده متاح لي. الجمله 21 زي ار سو بيوتيفول، هم كانوا في قمه الجمال. اند وايه كمان ديس جريسفول دي عكس بيوتيفول، وعكس جريسفول اللي معناها جميل، هم كانوا بيوتيفول اند جريسفول يعني جميل وفتان او فاتن. اوفل دي فظيع يعني سيء. ديسيتفول دي معناها مخادع. Having met his old friends، بعد أن قابل أصدقائه القدامى. علي kept talking، لاحظ إن keep بعدها الفعل المضاف له ing، استمر في الحديث with them معهم about their not memories، بعد ما قابل أصدقائه القدامى بدأ استمر في حديثه معهم عن ذكرياته. ذكرياتي الإيه بالظبط؟ أكيد childhood الطفولة. Neighborhood دي معناها مجاورة أو حي. Likelihood اللي معناها احتمالية. Motherhood الأمومة. You should learn how to، هنا بقى عايزك تفهم الحتة دي كويس. عايز تعرف ان احنا ممكن نستخدم مع الفعل learn ومع الفعل teach، دي انت خدتها في اولى ثانوي، ممكن نستخدم بعدهم to والفعل في المصدر، او نستخدم اداة استفهام وبعدين to والفعل في المصدر. على سبيل المثال اقول لك مثلا can you teach me، هل يمكنك ان تعلمني to speak English مثلا، انا اتحدث الانجليزية، او how to speak English يعني كيف اتحدث الانجليزية، وممكن اقول لك مثلا when to speak English متى اتحدث الانجليزية، why to لما اتحدث، وهكذا يعني. فعايزك تفهم ان احنا ممكن ناخد اداة استفهام وممكن نستخدم to المصدر مباشرة. فعشان كده الراجل بيقول لك في الجملة you should learn how to not a balance، انك تعمل توازن between work and family. remove يعني يزيل،
ديفايد يعني يقسم بالنص، يعني نصين كده. اتشيف يعني يحقق، وافويد يتجنب. وما تنساش كان في كلمه شكلها من غير الايه، يعني افويد يعني يتجنب، لكن فويد معناها خال من. The internet allows you to، الانترنت يسمح لك بانك تعمل ايه في الاسعار من شركات مختلفه. كومبلين يعني يشكو، ديكلير يعني يعلن، اناونس يعني يعلن، طب كومبير يعني يقارن. وما تنساش ان في عندك اتنين كومبير، عايزك تفتكر الكلام ده عشان الكلام ده مهم. عندنا كلمة compare دي موجودة برضو في كتاب العمالقة لو انت بتدرس فيه. compare شيء to شيء، و compare شيء with شيء. compare with و compare to. compare to معناها يقارن لإظهار الشبه، لإظهار الشبه بين حاجتين. لكن compare with معناها يقارن لإظهار الاختلاف بين حاجتين. بمعنى لما اقول لك بص، هو مدرستي كبيرة ومدرستك صغيرة الحجم او صغيرة الحجم، اذا ده compare my school with your school. طيب لما اقول لك بقى بص يا سيدي، الكرة الارضية دي عاملة زي الكرة اللي بنلعب بها كرة القدم دي، يبقى دي اسمها compare to، احنا بنشبههم ببعض. طيب فانا هنا في الجملة قلت لك 25 24 خلاص كده قلنا compare. 25 people have different views، الناس عندها اراء مختلفة. كلمة view معناها رأي، وview برضو معناها منظر من الشباك او كده، بتكون شايف الفيو. about the not of happiness، لهم تعليق، لهم اراء مختلفه فيما يتعلق بتعريف السعاده، يبقى ديفينيشن. طيب كومباريزن مقارنه، وكومبينيشن يعني تشكيل او جمع يعني، وكومبليشن هي اكمال. ذا دكتور نوت ا تايني مونيتور، مونيتور دي معناها جهاز. تو ذا بيبيز هيد، يعني الدكتور عايز يقول لك ان هو ثبت جهاز دقيق، يبقى اتاتشد يعني ارفق او ثبت. ابروتشد، ابروتش معناها يصل، ناحيه، فيتش يعني يذهب ليحضر، ولونش يعني يطلق حمله. رحاب احمد enjoyed watching a on television، رحاب احمد استمرت في مشاهدة الاي على التلفزيون. while she was growing up، بينما كانت تنمو وتترعرع. but she rarely، لكنها قلما ما مارست رياضة بنفسها. باور ليفتنج اللي هو حمل الاثقال، هي كانت بتشاهد حمل الاثقال على التلفزيون بس عمرها ما مارست رياضة. شوب ليفتنج سرقة المحلات. اير ليفتنج السفر جوا. اب ليفتنج دي معناها النهوض او التطور او التقدم كده يعني. ندى has such a strong A in science، ندى عندها A قوي جدا في مجال العلوم. that she never misses a lesson، لدرجة إنها عمرها ما بتسيب حصة في العلوم. intention دي معناها النية، من intend ينوي. importance أهمية، ومنها important مهم. teacher معلم، و interest اهتمام، يبقى عندها اهتمام قوي ب. she is a great woman، هي امرأة عظيمة. who cannot teaching with being a mother، هي بتجمع بين انها ام وانها مدرسه. اد يعني يضيف، واد اصلا بيجي معاها تو. جوين يعني يلتحق بيه او يدخل يعني في كورس او كده. كونكت يعني يوصل، وكومباين يعني يجمع بين. طيب حسن شحاته نوت ناشونال فوتبول تيم، حسن شحاته عمل ايه في الفريق القومي المصري؟ كوتشز يعني يدرب، كاتش يعني يمسك، كراشز يعني يدم يعني يصدم يعني او يدمر، وانريتش دي معناها يثري. لما اقول لك يجب عليك ان تثري معارفك يعني تزودها، يبقى انريتش. وما تنساش ان في كلمه اسمها ريتش يعني غني، ومنها ريتشز دي معناها الثروات، ودي مهمه. طيب داونز، اكيد داون سندروم دي ما فيهاش اي مشكله. سمباسي دي معناها التعاطف. طيب ادخل على اللي بعد كده، منها سمباتيك متعاطف. ادخل على الجمله ال 32، بقول لك ذا بيلدر البناء، ذا ورك اوريدي دون at $400، بقول لك البنا ايه عملي في الشغل اللي اشتغل اللي تم ده بانه يكلف يعني $400. فود دي انها تعهد بي. فاكيت يعني يعني يخلي، وفاليو يعني قيم، وفالي يعني ينوع. فالراجل بيقول لك ان البناء قيم الشغل اللي اشتغله ده ب $400. The government should provide more not for people with disabilities، الحكومه لابد انها توفر ايه للناس اللي عندهم اعاقه. رياليتي اللي هي الواقعيه، فاسيلتيز اللي هي المرافق والتسهيلات، ايدنتيتي اللي هي الهويه، كواليتيز قلنا الصفات الشخصيه بتاعت البشر. وخد بالك الكواليتيز تختلف عن ادجكتيف، ادجكتيف دي صفه في علم النحو، لما اقول لك كلمه ساد حزين دي ادجكتيف. طيب لكن لما اقول لك بقى ان الراجل ده بيتسم بالصبر والاحترام والكمال والجمال، يبقى دي اسمها كواليتي. If you want to do physical exercise، لو انت عايز تعمل تمارين رياضيه، you should go to the not more often، لازم تروح فين بقى؟ more often كثيرا. هتروح الايه بقى؟ تعال نشوف الكلمات. كلمه جريم دي اللي معناها قاتم اللون، يعني لونه قاتم. جيرم دي اللي هو الجرثوم، الجراثيم جيرمس يعني. جيم دي اللي معناها نفيس ذات قيمه عاليه.
طيب جيمبا اللي هو الجيمناستكس اللي هو الجيم بتاع الحمل الأثقال. being an ambitious knot he trains hard to win all the competitions. الراجل ده ايه طموح، فعنده طموح يعني، فبيشتغل طول النهار والليل عشان يفوز بالسباق. هايلايتر ده القلم اللي بنستخدمه عشان نبرز بيه الكلام. اكسبيرمنتر ده المجرب. فاير فايتر ده عامل الاطفاء. باور ليفتر ده لاعب حمل الاثقال. شي دريمت اباوت حلمت بانها. when she was a child and when she was 20 she took part in several movies. هي اشتركت في افلام كتيره، يبقى حلمت ان هي هتكون اكتور يعني هتكون ممثله، يبقى she dreams about acting يعني حلمت بالتمثيل. playing اللي هو اللعب. behaving behave يتصرف. و achieve يعني يحقق. يا مستر مش كلمه behave بتساوي كلمه act؟ اه بتساويها لو معناهم يتصرف، لكن هنا كلمه behave كلمه act هنا معناها يمثل. عمرو دياب got A in music، حصل على ايه في الموسيقى؟ at a university in America، في من جامعه في امريكا. mark دي معناها درجه في الامتحان. degree دي معناها درجه علميه. طب grade معناها درجه امتحان. طب وايه الفرق بين grade ومارك؟ هقول لك انا دلوقتي. award جائزه يعني هو حصل على جائزه. طيب الفرق بين مارك وgrade كالتالي. ادي يا عم نفترض جدلا ان ده امتحان، الامتحان ده مكون من سؤال 2 3، السؤال ده ب10، السؤال ده ب10، والسؤال ده ب10. الامتحان ده كده من كام؟ من 30. عايزك تفهم بقى ان ال 30 دول اسمهم جريد، لكن كل واحده من دول اسمها مارك، فانت بتلاقي مكتوب جنب السؤال 10 ماركس، ده رقم واحد. طيب الحته الاهم من ده كله بقى، ايه الفرق بين كلمه ديجري اللي معناها درجه، درجه علميه، ومعناها كمان درجه الحراره؟ طيب احنا بنراجع فاستحملني شويه. وديجري برضو معناها مدى، فاكر لما كنا بنقول وات او تو وات ديجري لاي مدى لاي درجه؟ طيب لكن كلمه جريد بقى، جريد دي معناها درجه امتحان زي ما اتفقنا، وجريد برضو معناها يدرج، يخلي اسئله متدرجه. وكلمه جريد برضو معناها صف دراسي. اخويا في جريد 2 في الصف الثاني. طب يا مستر هو مش كلمه تمبريتشر معناها درجه حراره؟ تم بي ريتشر درجة حرارة. طيب وكلمة ديجري درجة حرارة برضو، الفرق بينهم فين؟ الفرق بينهم ان تمبريتشر دي درجة حرارة من غير رقم، بدون رقم ما بنكتبش معاها رقم. طب ديجري درجة حرارة لازم معاها رقم، بمعنى اقول لك النهارده درجة الحرارة 36 ديجريز، درجة الحرارة النهارده 36 درجة، لكن لما اقول لك ذا تمبريتشر اللي هي ايه؟ تم بي ريتشر لدرجة الحرارة از هاي عالية، بس ما قلتلكش كام، ما لما قلتلكش رقم يبقى تمبريتشر. ارجع كده لجملتك الجامدة جدا دي، احنا كده اتفقنا على مارك وديجري وجريد كله عدينا عليه. ذا اوبننج ايه اوف ذا افريكا كاب اوف نيشنز، خد بالك معمولة كابيتال ازاي لان ده اسم البطولة. از ان كاميرون وزنت از جود از ايجيبت، لم يكن جيدا كما كان في مصر. اكيد الاوبننج سيرموني الاحتفال الافتتاحي يعني. ريفري ده الحكم، كوتش المدرب، واستاديوم الاستاد. خد بالك بحذرك ان في كلمه اسمها كاوتش سي او يو سي اتش، دي اللي هي الكنبه، لكن دي كوتش سي او اي سي اتش. انوات از ا بابليك اور ريليجيوس اوكيجن، هي مناسبه عامه او مناسبه دينيه. ذات انكلودز ا سيريز اوف فورمال اور تراديشنال اكشنز، بيكون فيها عدد كبير من الاشياء الفورمال الرسميه او التقليديه. تعال نشوف. كونسلر ده اللي هو الراجل بتاع المجلس. سيرموني الاحتفال. كونسل ده المجلس نفسه. اكسيدنت الحادثه، يبقى احنا كده خدنا مين؟ سيرموني. 40 بقى بيقول لك اذا كونديشن هي حاله. ذات سمون از بورن ويز، حاله بيولد بها الشخص. خد بالك بورن ويز يعني يولد بها، عشان هنحكي الموضوع مع بورن دلوقتي. ذات ستوبس هيم بتوقفه من انه يتطور بشكل طبيعي سواء عقليا او جسديا، دي اسمها داون سندروم، دي متلازمه داون. متلازمة داون دي هي حالة الشخص بيتولد بيها بتخليه بتمنعه من ان هو يتطور جسميا وعقليا. امال الاوبوليو شلل، عدم القدرة على التحكم في بعض اعضاء الجسم. بارالمبيكس الالعاب البارالمبية، يعني العاب بارالمبية العاب اللي معمولة للمعاقين بس. امال ايه الاولمبيكس؟ الاولمبيكس العاب الناس العاديين الاولمبياد. طب ديسلكسيا دي اللي هي صعوبة القراءة. طيب ريفيرس، انا عايز بس ما انساش اقول لك على موضوع بورن، ركز معايا كده. لما تقول لي بي بورن، بي بورن، بي بورن انتو، دي بنجيب بعدها نوع العائله اللي اتولد فيها، عشان كده بقول لك ايه مثلا هي ووز بورن يعني ولد انتو ا ريتش
فاميلي، يعني اتولد في عائلة غنية، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو انت جبت لي بي بورن ويز، دي كده بتجيب بعدها إعاقة مثلا أو وصف جسدي، وصف جسدي بمعنى she was born، يعني هي ولدت with green eyes عشان ما تبقاش إعاقة بس عندك، يعني ولدت بعين خضراء، with one hand بإيد واحدة، يعني ممكن يبقى وصف جسدي أو إعاقة. رقم ثلاثة، be born in البلد أو السنة، he was born in Cairo in 2007 مثلا. طيب الجملة بعد 43 بيقول لك إيه بقى؟ refers to a person or a thing that is the reason why someone creates or does something، بتقول لك بتشير إلى الشخص أو الشيء اللي بيكون سبب في إنك بتعمل حاجة معينة. aspiration ده اللي هو aspiration اللي هو الطموح يعني، inspiration ده الإلهام، respiration التنفس، depression الكساد الاقتصادي مثلا، فنقول economic depression أو معناها الاكتئاب، يبقى ده الانسبيريشن. is a member of a city or a council or a county council، خد بالك council اللي بالسي اي دي اختها الثانيه اسمها كونسلر، امال مين ده؟ ده المستشار. لو احنا قلنا مثلا على سبيل المثال مستشار نفسي ناخد الكلمه دي. طب council ده المجلس، depression اللي هو الكساد زي ما قلنا ومعناها الاكتئاب. to not is to succeed in dealing with or controlling a problem، انك تنجح في التعامل مع او التحكم في مشكله that has preventing you، بتمنعك من انك تحقق اشياء، دي معناها انك تتغلب عليها، يبقى overcome. pass يعني ينجح، وباص يعني يمرر يعني يناول مثلا. pass me the cup of water please، يعني ناولني كوبايه الماء لو سمحت. he passed the exam، نجح في الامتحان. خد بالك باص اللي معناها ينجح في الامتحان بتساوي succeed ينجح، بس succeed عايزه معاه ان، he passed the exam he succeeded in the exam. welcome يعني يرحب، وbecome يعني يصبح. ده البارت الاولاني خلص، هندخل بعد كده ان شاء الله على البارت الثاني. 44 بيقول لك he can't move، لا يستطيع ان يتحرك. he has a not problem with his leg، خد بالك عايزك تفهم تحفظ المصطلح ده، have a problem with، لديه مشكله فيه، ونكتب المصطلح ده عشان ده مهم. have a problem with، يعني لديه مشكله فيه، لديه مشكله فيه. بالمناسبه عندك كلمه move اللي هو الفعل اللي في الجمله دي، move in، وفي move into. move into دي بنستخدم بعدها مفعول، لكن move in بتيجي بدون مفعول، علشان كده ممكن اقول لك مثلا he opened the door، يعني هو فتح الباب، and moved in، وتسكت كده. وممكن تقول نفس الجملة he opened the door and moved into the room. moved into the room يعني تحرك في الغرفة. طيب المهم he can't move he has a not problem with his legs، عنده مشكلة ايه؟ ما دام هو ما بيعرفش يتحرك يبقى دي مشكلة physical، مشكلة بدنية. لاحظ ان كلمة physical معناها بدني ومعناها جسماني، ومعناها برضو فيزيقي او فيزيائي. psychological دي نفسي، chemical ديت كيميائي، وبيولوجيكال بيولوجي. successful people are always looking for new A to learn more and develop their skills، الناس الناجحون دائما يبحثون عن، طبعا look for يبحث عن، اخت search for اكيد انت عارفها دي، اخت search for يعني يبحث عن ايه عشان يطوروا من نفسهم، اكيد opportunities ليها فرص. obstacles يعني عقبات، عقبة خليني اعملها مفرد. disadvantages يعني عيوب، وdemerits برضو زيها بالظبط عيوب، عكس demerits merit، وعكس disadvantages advantages. الجملة رقم 46، you should not the culture the literature sorry by using keywords if you don't need to remember the details، لو انت مش عايز تفتكر التفاصيل فانت ممكن تعمل ايه في المحاضرة؟ confuse يعني يربك، paraphrase يعني يعيد صياغة. على فكرة ممكن نستخدم بدلا منها كلمة reword، او ممكن كمان نستخدم كلمة restate اللي هي معناها يعيد صياغة. delete يعني يحذف، ودي ممكن ناخد مكانها omit اللي عدت علينا قبل كده. حتى عندك انت نوع من انواع التحيز by omission عن طريق الحذف. refuse يعني يرفض، وما تنساش اخت decline اللي قلناها في اول الفيديو، وبرضه بتساوي turn down، يبقى turn down refuse decline نفس المعاني. طيب احنا كده خدنا paraphrase. this method helps children not the multiplication table، multiplication table اللي هو جدول الضرب. الطريقة دي هتساعد الطلاب ان هم يعملوا ايه في جدول الضرب؟ اولا criticize يعني ينتقد، وبعد نساها منها critic اللي هو الناقد. civilize يعني يحضر، يكون متحضر يعني يتحضر. prioritize دي معناها ان هو يجعلها من اولويات، يرتب اولوياته يعني. memorize يعني يحفظ. the process of selecting
the right person for the job is done in a not order. بقول لك ان عملية اختيار الشخص المناسب للوظيفة is done، بيتم القيام بها in a not order، بترتيب محدد او وفق ترتيب محدد، يبقى set order. احفظ المصطلح ده لان اول مرة اشوفه، مش موجود في اي كتاب تاني. in set order معناها بترتيب محدد. امال ايه set؟ set دي الماضي من كلمة sit اللي معناها يجلس، وعندك sit يجلس دي المضارع من الفعل اللي هو رقم دي. seat ده المقعد، مقعد، وعلى فكرة seat يعني يقعد. can you seat your brother؟ ممكن تقعد اخوك، خليه يقعد يعني. ولما اقول لواحد seat yourself يعني اقعد اتفضل. expensive restaurants، expensive يعني غالي، عكسها inexpensive. المطاعم الغالية are not not the best، هي مش ايه الافضل. necessitate يعني يحتم، necessity اللي هي الضرة والالزام، necessary معناها ضروري ودي صفة، necessarily معناها من الضروري ودي عبارة عن adverb. انت اصلا عارف ان الصفة عايز قبلها ظرف، عشان كده ناخد دي. والمعنى اصلا ان المطاعم الغالية ليس من الضرورة او ليست الافضل بشكل ضروري، فانت عايز صفة مع ظرف. a lot of people get nervous when they deal with يتعامل مع، شرحناها قبل كده، ومن اللطائف وانا بقرا في الاسئله دلوقتي لقيتها موجوده. deal with يتعامل مع، اخت treat اللي كان معناها يتعامل برضو. something outside their comfort ايه؟ في مصطلح كده في علم التنميه البشريه اسمه comfort zone، اللي هي منطقه الراحه. عشان كده بقول لك if you want to success you should desert your comfort zone، لو انت عايز تنجح فانت لازم تهجر منطقه راحتك. limit يعني يحدد او يحد من، يعني district اللي هو الحي او الضاحيه، زي كلمه neighborhood كده، area منطقه. خد بالك المصطلح اسمه comfort zone اللي هي منطقه الراحه. رقم 51. I never feel not enclosed place. I usually get horrible feeling that I am going to choke. choke دي معناها يختنق. بقول لك انا بعمري ما بشعر ان انا relaxed مرتاح في الاماكن المغلقه. خد بالك closed معناها مغلق، وعكسها مش open، لا عكسها open. لاحظ الملحوظه دي عشان دي ملحوظه مهمه، هنرجع كده نكتبها في ورقه النوتس اللي هتاخدها سيادتك تكتبها في كشكولك. عايزك تعرف ان كلمه closed دي adjective بمعنى مغلق، عكسها open معناها مفتوح، اوعى تقول opened. طيب هنا بقول لك الجمله closed place، انا دايما بشعر بان انا هشعر بالاختناق يعني، فما بكونش مرتاح relaxed. طيب grumpy ما تنساش ان grumpy معناها متذمر، وعندك crowded معناها مزدحم، وباكد معناها معبأ. the final a is in the discussion was so interesting، الايه الاخير في المناقشه كان شيق جدا. full stop اللي هي نقطه، drop معناها يسقط او يوقع، point يعني نقطه، ودوت يعني نقطه كده، بس دوت يعني نقطه من اللي هي النقطه اللي بتبقى في اخر الجمله اللي هي زي كلمه full stop، لكن point نقطه بمعنى لما اقول لك في ثلاث نقاط عايزك تهتم بيهم، يعني ثلاث اشياء يعني، فدي point. the company's prospects look good in the long a، بقول لك ان الافاق بتاعت الشركه prospects دي معناها افاق، والكلمه دي متكرره ومهمه. افاق الشركه تبدو جيده ان ذا لونج تيرم على المدى البعيد. طبعا ترام اللي هو الترام يعني اللي هو العربيه اللي اسمها ترام، وترم يعني يمزق، وتيم يعني فريق. طيب بعد كده 54. ذا يونايتد اي از ان انترناشونال اورجانيزيشن، اكيد يونايتد نيشنز اللي هي الامم المتحده. كونتريز يعني دول، سيتيز يعني مدن، وكونتيننتس دي معناها قارات. The prisoners were well a by their kind-hearted guards. بص معايا، بيقول لك ان السجناء دول كان يتم معاملتهم بشكل جيد. imprison يعني يسجن. ومانر اللي هي المانر، يعني مانر معناها الاخلاقيات، يعني مانر يعني مربى تم تربيته يعني. ديل يتعامل مع، وتريت يتعامل مع، بس في مشكله ان ديل عايزين بعدها حرف الجر وز، طب تريت متيجي بدون حرف جر. طيب العربي بقى بتاع الجمله دي بيقول لك ان السجناء تمت معاملتهم بشكل جيد بواسطه السجان اللي كان عندهم، يبقى تريتد. ويل تريتد على فكره كان ممكن نقول وير ويل ديلت ويز باي زير كذا. وي شود اول ابريشيت، ابريشيت يعني يقدر. في هنا مشكله، كلمه ابريشيت يعني يقدر اللي هي دي، ابريشيت دي معناها يقدر. طب ما هو كلمه برضو استيميت، استيميت دي معناها برضو يقدر، بس في فرق شاسع بين الاثنين. ابريشيت يعني يقدر اللي هي معناها يشكر يعني. طب استيميت يقدر عدديا، لو انا بقول لك شوف لي كده في كام طالب في الفصل، فانت بتقول لي هم تقريبا 100 طالب، فانت كده استيميتد زم. لكن لما واحد عمل لك معروف وانت بتشكره يبقى يو ابريشيت زم، يعني انت بتشكرهم. طيب المهم وي شود اول ابريشيت، لابد ان نقدر الايه اوف برايفسي ان اور لايف، برايفسي اللي هي الخصوصيه يعني. طيب اول واحده كده فالي اللي هو وادي، وفوليوم اللي هو مستوى الصوت، فاليو اللي هي قيمه،
وافينيو دي اللي معناها الشارع او المسار، فاحنا اخترنا كده فاليو. الجملة رقم 56 57 بيقول لك ايه؟ This report discusses the different challenges. هذا التقرير يناقش التحديات المختلفة that need to be، التحديات اللي احنا يجب ان نواجهها ونتغلب عليها، يبقى overcome. طيب رقم 58 athletes اللي هم الرياضيون with disabilities اللي عندهم اعاقة can take part in، سبحان الله شرحناها والله من غير ما اشوف السؤال ده، شرحناها في الاول. احنا قلنا في نوعين من الالعاب، في العاب اسمها بارالمبيكس وفي العاب اسمها اولمبيكس. الاولمبيكس دي اللي هي بطولة الالعاب الاولمبية الناس العاديين بيشتركوا فيها. طب بارالمبيكس بطولة الالعاب البارالمبية اللي بيلعب مع بيلعب فيها ايه؟ اشخاص الديسابيلتيز اللي عندهم اعاقات. امال ايه statistics؟ statistics دي الاحصائيات، ودي كلمة مهمة احفظها، ممكن تستخدمها في مقال في كده يعني. طيب ماثيماتكس الرياضيات اللي هي اصلا اختصارها كلمة ماث. الكترونيكس الالكترونيات، يبقى انت كده بتقول الرياضيين. طيب في هنا ملحوظتين عايزك تعرفهم في موضوع اثليتكس دي، عشان هي اول كده حاجة عايزك تعرفها كلمة اثليت. اثليتك دي صفة لازم يكون بعدها اسم، هي معناها رياضي. طيب اث لي تكس دي معناها العاب القوى. طيب اثليت ده معناها شخص رياضي. على سبيل المثال لو انت بتقول مثلا athletic competition معناها مسابقة رياضية، بتساوي كلمة athletics. I would like to take part in the athletic competition. I would like to take part in the athletics الالعاب القوى. او مستر عمر ده بيلعب في النادي فهو شخص athlete يعني شخص رياضي. طيب بعد كده رقم 69 59، I was very happy when I knew that my grandfather not me in his will. بقولك انا كنت سعيد جدا لما عرفت ان جدي ايه in his will، اكيد يعني سيد قالني mentioned ذكرني told اخبرني talked تحدثني، مش هينفع طبعا غير mentioned. كنت سعيدا عندما عرفت ان جدي ذكرني في الوصية، افتكرني باي مبلغ يعني. شاهد has never not him with the respect he deserved. شاهد عمرها ما عملت ايه بالاحترام اللي هو يستحقه، عمرها ما عملته. treat يعني يعامل يا عم، وبيت يعني يهزم، دي يهزم بره اللعبة. deal يتعامل برضو، وكيور يعني يعالج. طيب في مشكلة هنا، انا ممكن اختار مين فيهم يا ترى، ديل ولا تريت؟ هتفتكر كلامي معاك اكيد، ديل ويز عايزة ويز طبعا، لكن تريت من غير ويز، يبقى تختار لي هنا تريت. طيب معنى الجملة على بعضها بقى، شاهد عمرها ما عملته بالاحترام الذي يستحقه. طب انا عايز استخدم هنا كلمة ديل، ينفع؟ هتروح قايل لي شاهد هاز نيفر ديلت ويز هيم، تعاملت معه ويز ذا ريسبكت. طيب سوشيال نوت انكلود جاستس العدالة، فريدم الحرية، ريسبكت الاحترام، responsibility المسؤولية. responsibility دي اللي انت عارف ان احنا بناخد معها ثلاث افعال، ممكن نقول have responsibility، ممكن نقول take responsibility، ممكن نقول shoulder responsibility. عايز اقول لك الشباب يجب ان يتحملوا المسؤولية، youth have to have responsibility، او خلينا نقول should عشان ما لخبطكش، youth should have responsibility، should take responsibility، should shoulder responsibility. ارجع لجملتك، الاهل الاجتماعية معناها العدالة والحاجات دي كلها، disadvantages معناها عيوب، problems مشاكل، values القيم، diseases الأمراض، يبقى كده values. ومعنى الجملة social values القيم الاجتماعية. الجملة رقم 62 while making a speech أثناء إلقائك لكلمة أو أثناء إلقائه كلمة يعني the orator ده الخطيب اللي بيخطب في يوم الجمعة يعني خطيب بالناس يعني from the holy Quran عمل إيه من القرآن؟ equated دي معناها ساوى، المعد اللي هو المعادلة يعني وكده يعني equated يعني عادلة أو ساوى بتاعت المعادلة، وحتى equation اللي هو المعادلة. quoted يعني اقتبس، achieved حقق، و overcame تغلب على. فأثناء حواره المتحدث اللي هو الخطيب أو الإمام اقتبس quoted، على فكرة كان ممكن نقول extracted أو excerpted اللي هي excerpt يعني. after a long a Reem said that she was not interested in politics. بعد ايه طويل جدا ريم قالت انها غير مهتمة غير مكترثة بالبوليتكس السياسة. قبل ما احل السؤال عايزك تعرف ملحوظة كده عايزك اكتبها لك، عشان احنا الانجليزي عندنا في ثالثة سنة ولا حدود له، مفتوح بحر يا صديقي. عايزك تعرف ان اسماء المجالات والعلوم مفرد دائما حتى لو بدت لك جمعا. يعني ايه الكلام ده؟ على سبيل المثال بوليتكس ده علم السياسة، is اوعى تقول لي ار. طيب جينيتكس علم الجينات، is برضو. على سبيل المثال ايكو
نوميكس، ايكونوميكس علم الاقتصاد مفرد برضه، فانتبه للكلام ده. طيب ارجع لك تاني كده. بعد وقفة طويلة، بعد توقف طويل، ريم قالت أنها غير مكترسة بالسياسة. كوز يعني سبب، كلوز يعني جملة أو عبارة، ريفيوز يعني يرفض. أوعى تنسى أول ما توصل عند ريفيوز افتكر ديكلاين تيرن داون. أوعى تنسى كمان إن ديكلاين ليها معاني تانية، يخفض وينخفض وينحسر. You will have the not to ask any question. سيكون لك الحق أن تسأل أي أسئلة. At the end of representation. طيب أنا قلتها من غير ما أتكلم، يعني الحق اللي هو the right لو أنت عايز تقول حق يعني. أو سيكون لك الفرصة الأوبورتيونيتي. أوبجيكتيفيتي دي اللي معناها الموضوعية. أديشن لإضافة. أدميشن لاعتراف. سيكون لك الفرصة أن تسأل أي أسئلة أنت تريدها. ما تنساش إن كلمة question معناها سؤال ومعناها يشكك. Never question a teacher. لا تشكك أبدا في المعلم. She is disabled. هي معاقة. خد بالك أنت قلت لي she is disabled، لكن أنت لو قلت لي she has بدل she is، لو كتبت لي كده she is هتقول لي this a pulled. طب لو أنت قلت لي بقى she has هتروح أنت كاتب لي this a b l t. طبعا a disability لأن disability إعاقة اسم معدود، و disabilities الإعاقات. يبقى she is disabled but she hasn't let this stop her. يخرب بيت الإنجليزي المتكرر. stop مفعول، يبقى أنا عايز الفعل مضاف له ing أو from، والفعل مضاف له ing. بس عم الحاج جايب لك الأربع كلمات مضاف لهم ing. لا استهدى كده، ما ترجم لك الأربع كلمات. أول حاجة كده lift weight يعني يرفع الأثقال. دي يرفع الأثقال. طيب lifting weights اللي يرفع رفع الأثقال بس كفعل. طب weights lifting اللي هي رفع الأثقال برضو بس ده noun. weight lifting رفع الأثقال بس دي noun. طب في مشكلة انت هتواجهها دلوقتي. المشكلة تمثل في انك انت عايز بعد stop مفعول والفعل مضاف له ing. اذا هتستخدم مين؟ lifting weights. بمعنى انت بتقول يمنعها من ان ترفع الأثقال، يبقى انت عايز فعل. طب ما هي دي فعل برضو، انت مش قلت لي ديت يرفع الأثقال فعل، ودي فعل، ودي اسم، ودي اسم. احنا بداية احنا مسلمين ان ده بره وده بره، احنا عايزين فعل. بس ده مصدر حضرتك، ليفت مصدر، احنا عايزين بعد ستوب مفعول اي ان جي، فخدنا دي. مستر جمال از سو فير. فير دي معناها عادل ومعناها مهرجان ومعرض وكده يعني. ذات هي دادنت جيف اني اوف هيز ستودنتس سبيشال ايه، ولكن مستر جمال ده راجل عادل فلا يعطي اي من طلابه ايه خاصه، سبيشال تريتمنت معامله خاصه. امال ايه مال تريتمنت ومس تريتمنت؟ الاثنين معناهم سوء معامله، ديس ابوينتمنت احباط. طب احنا اخترنا تريتمنت. بس عايز افكرك بقصة كده احنا كنا حكيناها منذ زمن بعيد. ايه هي القصة دي؟ ان كلمة تريت، التريت دي فعل بمعنى يعامل، وفعل برضو بمعنى يعالج. طيب امال الاسم منها ايه بقى؟ الاسم منها تريتمنت اللي هو معاملة، معناها معاملة ومعناها علاج برضو. طيب كلمة كيور دي اسم وفعل، فيرب بمعنى يعالج وناون بمعنى علاج. طيب أمال إيه كلمة هيل يا مستر؟ هيل معناها يلتئم. يلتئم يعني خف. يعني على سبيل المثال my hand أو my cut يعني started to not after I took the medicine. took the medicine. أنت بتقول لي هنا يا ترى my hand started to heal ولا treat ولا كيور؟ عايزك تفهم ان كلمة هيل، هيل معناها يلتئم. يلتئم يعني يطيب من الاخر يعني. طب يتريت يعني يعالج، وهنا برضو كيور معناها يعالج. فانت بتقول ايدي بدأت تخف يبقى هيل. طيب انت بقى ممكن تعملها بجملة تانية وتروح ايه اللي مثلا I wanted انا اردت to treat my hand. يعني ايه؟ أن أعالج يدي. ما هو كلمة تريت هنا يعني أعالج، أنا أردت أن أعالج يدي. ارجع تاني جملتك الجامدة رقم 67. The government is going to build a not in our city. الحكومة ستبني، أنا طبعا عشان ما انساش، ستبني إيه في مدينتنا. بص يا برنس، الراجل أول ما تلاقيه هو طبيعة الحال بيكون كاتب لك آ وآن. أول ما تلاقيه كاتب لك آ بس وآن بس، خلي الفار يلعب في عبك كده ويعرف إن في مشكلة. وأكيد هتقول لنفسك إيربورت عايزة آن إيربورت، institute عايز an institute، institution عايز an institution، لكن university عايز a. اذا الاجابه كده a. طيب في ملحوظه بقى عايزك تعرفها، احنا امتى ناخد a وامتى ناخد an مع اليو دي؟ فكرتها كالتالي حضرتك،
عايزك تعرف انك انت بتستخدم مع الكلمات اللي بادئه بصوت ساكن، بس انا بكتب لك ايه؟ صوت ساكن. وبناخد ان مع الكلمات اللي بادئه بصوت متحرك. طيب كلمات زي دي مثلا university، useful، united family مثلا اسمه كده، under ground، umbrella، upper stage مثلا. فكرتها كالتالي، ان الكلمات اللي بدأ بحرف اليو دي لو انت جيت تنطق لقيتها بتنطق على انها يو كده، اعرف انك انت عايز فانت بتقول لي يو نيفرسيتي، يو سيفول، يو نايتد، فانت هنا هتاخد لي مع ده كله كده طب لو انت جيت تنطقها لقيت نفسك بتنطقها بصوت رخم شويه كده، مرخم كده، اعرف انك انت عايز بص انت بتقول دي ازاي؟ اندر جراوند، امبريلا، ابر ستيج، فانت اعرف انك مع اليوهات التلاته دي هناخد لانك انت بتنطقهم على الحرف الايه؟ على حرف صوت حرف اليو. ما انت عارف ان في حرف اسمه حرف اليو الصوت بتاعه اسمه فعشان كده احنا بنقول اندر جراوند فناخد طيب 68 بقى بيقول لك thousands of fans، الاف المعجبين باكد انتو ذا نوت تو واتش ذا فاينل ماتش، كانوا قاعدين فين عشان يسمعوا الماتش النهائي، فطبعا ده ستاديوم ما فيهاش مشكله. شي نوت داز اني سبورت، والله يا مستر بص هي ما بتمارسش اي رياضه. كلمه اني في الجمله دي خلتني اجبر ان استخدم ريرلي. ايه الفكره؟ الفكره دي زي ما انت تشرح لك كده ان في الوحده التاسعه، زي ما تشرح لك انك دايما لما يكون الجمله فيها كلمه ريرلي او سيلدم او هاردلي او سكيرسلي او الجمله فيها اصلا نفي او الجمله نفي عموما فانت حضرتك عارف انك بتستخدم اني. عارف كمان ان لما يكون عندك في الجمله almost بتستخدم معاها نو، وممكن نستخدم اني ونستخدم معاها ات اول. طب مثال على ذلك، شي هاردلي هاز اني ميلز، خد بالك انت على هاردلي خدت لي اني، ممكن سيادتك تروح انت شايل لي كلمه هاردلي دي وتستخدم لي almost وتبقى الجمله شي almost هاز نو ميلز، خد بالك نو دي مكان اني. ارجع تاني كده لجملتك، فهنا خدنا ريرلي عشان اني. انوت از هاو ماتش سمثينج از ورث ان ماني، ان ماني يعني ماليا، يعني هو كم يستحق الشيء ماليا، ده سعره برايس. وخد بالك اصلا ما ينفعش نقول اماني لان ماني اسم مفرد لا يعد. تو نوت از تو بيهيف ان ا بارتيكولار واي توورد سمون اور سمثينج، انك تتصرف او تسلك بطريقه معينه تجاه شخص او شيء، يبقى دي اسمها تريت، يعامل. هو بيهيف هنا تساوي اكت؟ بتساوي اكت. طيب انت في الجمله دي انت قلت لي ان بيهيف بتساوي اكت، هو امتى بيهيف ما تساويش اكت؟ هقول لك انا على الفكره دي، كلمه بيهيف اللي احنا بنتكلم عليها دي لو هي هتساوي كلمه اكت لو معناها يسلك او يتصرف. طيب كلمه اكت بقى اكت لو معناها يمثل مش هتساوي بيهيف، مش هينفع تقول هي از بيهيفنج هيز رول ان ذا بلاي مثلا، فانت هتبدا تهبد. طيب كده خلص السؤال ده رقم 70، ندخل بعد كده على رقم 71. الراجل بيقول لك هنا ايه بقى في 71 ده؟ بيقول لك مستر نبيل سجستشن، اقتراح المستر نبيل هاز بين سو نوت تو اس، كان ايه بالنسبه لنا؟ ات هاز هيلبت اس الوت، ساعدنا بشكل كبير. فاليبل دي معناها قيم او ذات قيمه، انفاليبل معناها قيم برضه بس قيم جدا، فاليو القيمه ومعناها يقيم شيء يعني يعطي لشيء قيمته. انت بتقول بقى اقتراح المستر نبيل كان قيما، فهو فاليبل قيما وقيم جدا، يبقى ايه اند بي؟ طب في دي سم ديزيز، بعض الامراض بتكون ايه؟ البعض الاخر انكيورابل يعني لا يمكن علاجه، يبقى بعض الامراض يمكن علاجها. تعال نشوف، تريت يعني يعالج، وتريتمنت اللي هو العلاج، وتريتابل يعني قابل للعلاج او يمكن علاجه، ومستريتد يعني يسيء معاملة. فانت هنا بتقول لي بعض الامراض يمكن علاجها والبعض الاخر لا. ذا فيو از سو نوت، المنظر كان ايه؟ امبرسيف دي معناها مبهر، اعجبنا. امبرسيد معناها
باهر. امبرسيفلي معناها بشكل مبهر، امبرسنج اللي هو يعني ان تبهر، يعني يبهر يعني. فانت بتقول المنظر كان مبهر، يبقى امبرسيف. اللي بعدها يوسف از a very not young man who has achieved great success in business. يوسف ده كان شاب ايه نجح بشكل كبير. inspiring معناها ملهم. inspire ده verb بمعنى يلهم. inspiration دي اللي هو الهام. طيب inspires يعني يلهم فعل. انت بتقول لي يوسف ده كان ملهما للاخرين يعني لانه نجح. منير's latest song was amazingly، بقول لك ان اغنيه منير الاخيره كانت amazingly بشكل رائع ناجحه، يبقى successful. غير كده ان انت واخد بالك ان amazingly دي عباره عن adverb، والادفيرب عايز بعده adjective يبقى successful. teachers should encourage students to learn، ايه المعلمين يجب ان يشجعوا الطلاب ان يتعلموا. تعال نشوف بقى كده. dependent معناها اعتمادي، independently معناها بشكل مستقل، independent معناها مستقل، depending معناها معتمدا على. على سبيل المثال I answered the question depending on my previous knowledge، أنا جاوبت السؤال معتمدا على معرفتي السابقة. don't be independent، لا you should be independent، يجب عليك أن تكون مستقلا. you should never be dependent، لا يجب أن تكون اعتماديا. المهم الجملة بقى بقول لك أن المعلمين بيشجعوا الطلاب أن هم يتعلموا independently بشكل مستقل. carpets السجادات يعني are sold to buy at not price، المصطلح اللي انت حفظته وزهقت منه at competitive price معناها بسعر تنافسي يعني بسعر محترم. competition منافسة، competitive التنافسة، وcompetitor المتنافسين اللي هم الخصوم يعني. عارف read a very not report، عارف قرأ تقريرا ايه ترى. meaningful يعني ذات معنى، ذات معنى. طب meaningless لا معنى له. meant يعني معناها قصد، وmeaning اللي هو المعنى. انت بتقول عارف قرأ مقالا ايه on global warming على الاحتباس الحراري، it was very informative، هو قرأ مقالا ذات معنى يبقى meaningful. meaningless دي يا جدعان، meaningless دي معناها لا معنى له، بلا معنى. طب اديني مثال. بص I can't understand anything، I can't understand مثلا what you are saying، انا مش فاهم ما تقوله. your speech كلامك is meaningless يعني كلامك لا معنى له، ملوش اي معنى. طيب اللي بعد كده I was really fascinated، انا كنت منبهر جدا. the view was المنظر كان impress verb فعل بمعنى يبهر. طب impressive معناها مبهر. impression دي معناها انطباع او ابهار. impressing دي اللي هو الفعل مضاف له ing. فانت بتقول انا لا انا كنت منبهرا جدا، المنظر كان مبهرا يبقى impressive. the project is a real، هنا بقى محتاجين نروح لصفحه الملاحظات اللي هي كانت هنا. احنا متفقين قبل كده مره واثنين وثلاثة وسبعة انك انت بتقول real او an extreme، وبعدين بنجيب بعدهم اسم. على سبيل المثال بتقول real success يعني نجاح حقيقي، an extreme مثلا war مثلا حرب شديدة، وممكن نقول كمان extreme heat الحرارة الشديدة. ده رقم واحد. التانية بقى اللي عايزك تركز فيها كمان، انت بتقول really really او extremely ونجيب بعدها صفة. على سبيل المثال اقول لك مثلا she is really really beautiful، beautiful. الدنيا النهاردة really cold، او النهاردة الجو really hot، وهكذا وهكذا extremely. طيب ارجع بقى لجملتك الجامدة كده، انت هنا بتقول ايه the project is a real، والله a real دي عايزين بعدها زي ما اتفقنا اسم، فعشان كده هتقول لي بقى the project is a real success اللي هي دي. على فكرة كان ممكن نقول the project المشروع is really successful يعني كان ناجح بشكل حقيقي. ادخل بعد كده على الجزئية المكتوب عليها خمسة دي. دلوقتي في السؤال رقم 82 وهنكمل مع بعض لحد السؤال 97 في نفس الفيديو ده.
People with disabilities should never be treated a. الناس اللي عندهم disability إعاقة لا يجب أبدا أن يعاملوا differently بشكل مختلف. المفروض ما نعاملهمش معاملة مختلفة، يعني هم زينا زينا كده يعني. fairly بشكل عادل، normally بشكل عادي، badly بشكل سيء. أنا شايف إنها من حيث القواعد تنفع بس معناها عربي هيبقى ضعيف. واختيارها في أو وجودها في الاختيارات مش عارف ليه حاسس إن هو غير موفق، بس مهم. ولكن الناس اللي عندهم إعاقات لا يجب أبدا أن يعاملوا بشكل مختلف، مش بشكل سيء، وبرضه المفروض مش بشكل سيء. أعتقد إن دي المفروض تبقى باد مثلا، في خطأ هنا، بس المنطق لا يجب أن يعاملوا بشكل مختلف. يعني المفروض نشيل باد دي من الاختيارات. This book can help you to not power lifting in the right way. بيقول لك إن الكتاب ده هيساعدك في إنك تمارس رياضة الحمل الأثقال، يبقى دو. دو أصلا مع السبورت دايما، دو باور ليفتنج. طيب الجملة اللي بعد كده بيقول لك my father encouraged me to work hard and this helped me to not an important position at work. بيقول لك ابويا ساعدني ان انا اعمل باجتهاد، work hard يعني اعمل بجد، وده ساعدني ان انا to achieve a higher position. وعلى فكرة كان ممكن نقول reach a higher position يعني اصل لمستوى عاليا. He is just an A person. There is nothing special about him. ما فيش حاجة يعني مميزة فيه غير الناس التانية، ما هو شخص average يعني عادي. Exceptional معناه استثنائي. على فكرة ده عكسها typical اللي انت هتقابلها في الوحدة التاسعة او اللي انت خدتها في الوحدة التاسعة. Extraordinary دي معناها غير عادي، بتساوي exceptional. Average يعني متوسط او معتدل زيها زي الناس التانية. من الكلمات اللي بتساوي كلمة average كلمة mild وكلمة modest لو انت فاكرهم. طيب amazing يعني مبهر. It's difficult to not people's minds about things they are used to doing. إنه من الصعب إنك تعمل إيه في أفكار الناس وعقول الناس عن الأشياء اللي هم أصلاً مقتنعين بها. Change people's mind إنك تغير عقول الناس أو تغير أفكارهم. بعد كده I don't know if I can finish the whole job. أنا ما أعتقدش إن أنا ممكن أنهي كل الوظيفة in one day في يوم واحد. But I will my best. لكنني سأبذل قصارى جهدي. يبذل قصارى جهده دي واحدة من ثلاثة. وخد بالك دي مش أول مرة تجيلك في المنهج، أول مرة تواجهك. عندك رقم واحد بنقول do my best يعني أبذل قصارى جهدي، دي بتساوي try my best اللي معناها أبذل قصارى جهدي، ودي بتساوي exert great مثلا efforts يعني أبذل قصارى جهدي أو أبذل جهودا كبيرة. دي أبذل قصارى جهدي، دي التلاتة بنفس المعنى. طيب ادخل بقى كده في جملتك الجامدة دي، فانت هتقول لي بقى do my best و try my best يبقى A and C. اللي بعد كده this story gives the reader the false A that money can't buy everything. هذه القصة تعطي القارئ الإيه الخاطئ، ان الفلوس ممكن تشتري اي حاجة. session دي اللي معناها جلسة علمية، جلسة تصوير كده يعني، حتى احنا بنقول photo session. impression دي معناها انطباع. depression دي لها معنيين، معناها كساد اقتصادي وكده، ومعناها اكتئاب مرض الاكتئاب. don't ever be depressed لا تكن مكتئبا. طب expression التعبير، فانت بقى بتقولي في الجملة ان المقال ده والقصة دي تعطيك الانطباع السيء. we always look for دائما ما نبحث عن not to become even better عشان نبقى افضل. so we continue to learn and grow عشان كده نفضل نستمر في ان احنا ننمو ونكبر. opportunities الفرص طبعا هي دي. troubles المشاكل، problems المشاكل، difficulties الصعوبات، احنا دائما نبحث عن الفرص لكي نصبح افضل من الاول. there are 12 not categories in powerlifting. بقول لك في 12 ايه للكاتيجوريز، تصنيفات يعني in powerlifting، يعني عايز اقول لك في 12 تصنيفات للاثقال. تعال نترجم الاربع كلمات الاول. weightless دي معناها عديم الوزن. وي يعني يزن، ويينج معناها وزن، ويت اللي هي عملية وزن طبعا، ويت معناها وزن برضو، دي اسم ودي برضو اسم. انت في العربي قلت لي ان في 12 تصنيف وزن، انت عايز تصنيف للوزن يعني، فانت عايز اسم اللي هو ده. يعني انت كده هتستبعد ويز يعني يزن، وهتستبعد دي اللي معناها عديم الوزن. هتفكر في دي وهتفكر في دي، حضرتك اصلا محتاج صفه يعني. انت بتقول تصنيف وزن او تصنيفات وزنيه يعني، فصفه. والصفات اللي هي كلمه ويت، هي اصلا كلمه ويت يعني وزن اسم، بس احنا استخدمناها هنا كصفه لانك انت بتقول تصنيفات وزنيه، فهي كده اصبحت صفه للتصنيفات. طيب
thinking is essential when solving problems. أنه التفكير اللي مطلوب لما نحل مشاكل. Identical المتطابق. Critical التفكير النقدي. Political السياسي. Grammatical القواعد بتاعت القاعدية وفقا للنحو يعني. She used some note aids. استخدمت بعض الايه المساعدة يعني during the presentation. View دي معناها منظر وview معناها مشاهدة. Vision معناها الرؤية وفيجوال معناها بصري. وانت بتقول هي استخدمت بعض الوسائل البصرية المساعدة. Talking to someone. Face to اكيد face to face. Face to face يعني وجها لوجه. انت تتكلم مع شخص وجها لوجه. Scientists are not research. انت عارف ان هي اسمها do research وعايزك تضيف لمعلوماتك ان هو اسمه do research. اوعى تقولها do a research. ده بتقول do research دي صح. لكن لو انت قلت لي do a research سيادتك كده بقت غلط. دي ما ينفعش نعملها. ودي كانت جت في امتحان ثانويه عامه قبل كده وكان فيها خطأين في الامتحان. هكتب لك الجمله كانت جت ازاي. كان بيقول لك find the mistake. الله يرحم ايام سؤال find the mistake. يعني طبعا بيقول لك مثلا زي مثلا كده are making a research. يعني هم يجرون بحثا. الجملة كانت جاية كده. كده فيها كم خطأ؟ فيها اتنين. making المفروض تبقى doing والمفروض سيادتك تشيل a وبعدين تكتب research على طول. كان فيها خطأين والمفروض الجملة يكون فيها خطأ واحد. بس عم الحاج اللي كتب السؤال خدش باله بالحوار ده. It's difficult to not a choice. انك make a choice انك تعمل اختيار. طب ما انا عارف ما انا ممكن استخدم كلمة choose. ايوه بس انت ما ينفعش تقول تختار اختيار. انت قدامك اختيار من اتنين. انك it's difficult to make a choice او انك تشيل الحتة الكتلة دي كده وتروح قايل it's difficult to choose. It's mistake to think of Egypt only in not of. In terms of معناها وفقا لي او في حدود بناء على. على سبيل المثال بتساوي كلمة according to. It's tourist attractions. It's easy to not a disease if you have a problem with your immune system. اللي هو النظام المناعي. انت من السهل انك انت كاتش يعني تصاب بمرض لو انت عندك مشكلة في الجهاز المناعي. هنكمل يا شباب من 98 لحد ما نخلص كل الكلمات عشان نسيب القصة والجرامر في فيديو واحد او القصة والمهارات في فيديو واحد. فهنكمل مع بعضنا كده. سؤال 98 بقى مقولك my aunt died not a young age. كلمة ضاي يعني يموت. حلو زيها زي بورن بالظبط. اللي هي معناها ولده. كنا بنقول كنا بنقول was born in وسنه او in بلد. ممكن نقول with ونجيب بعدها صفه جسمانيه او مرض. بمعنى she was born with green eyes او with مثلا heart disease. طيب كنا برضو بنقول was born into a good family يعني ولده في اسره سعيده. فكل was born ليها حروف جر زيها برضو die معاها حروف جر. طيب قلنا died at the age of at the age of يعني مات في عمر كذا. طب ما تيجي نكتبها احسن. نكتبها هنا لما تقول die at the age of يعني مات في عمر. على فكرة ممكن نستخدم مع مكانها died aged كذا. الحاجة التانية ممكن نقول died at a young age معنيها مات في عمر مبكر. مات هو صغيرا يعني. طيب بص بقى كده. انت خدت لي هنا died at عشان at a young age. امال die for. die for يعني يموت لاجل. على سبيل المثال die for your goal يعني موت عشان حلمك. I grow grow up. طبعا grow up يعني ترعرع او نما وبعدها يكون الفعل مضاف الى ing. خد بالك من دي. طيب اكتبها لك. ممكن اقول لك مثلا we have grown up. يعني احنا ترعرعنا او كبرنا using مثلا using the radio. the radio احنا ترعرعنا او كبرنا في استخدام الراديو. يعني احنا كبرنا واحنا بنستخدم الراديو. معنى الجملة كده. طيب رقم 100 بقى. my father's view of the situation was different mine. different مختلف. ممكن نقول different from مختلف عن. different from to وزان. التلاتة صح وحروف الجر دي ما فيهاش اي حاجة ممكن اخدمك بيها لازم تحفظها. from to زان. She has developed a great interest. اهتماما بي اسمها interest in. rivers, seas and oceans are not great value. of a great value. كلمة of دي معناها ذاتة. فلما تقول of a great value يعني ذات قيمة كبيرة. of great importance يعني ذات أهمية كبيرة. ف of a great واسم على طول. most patients did not respond. respond أي حاجة فيها رد تاخد to. ف
فريسبوند تو، ريبلاي تو، انسر تو، كله تو. كومباين ديترمينيشن يعني اجمع ما بين الاصرار وحس الثقه، يبقى ويز كومباين ويز. كار كراشز ريزلت، عندك ريزلت دي بقى لو قلنا ريزلت ان معناها يؤدي الى، طب لو قلنا ريزلت فروم معناها ينتج عن، فانت بتقول لي ان حوادث السيارات بتؤدي الى اصابات، يبقى ريزلت ان اللي بتساوي كلمه كوز زي ما انت فاكر، وبتساوي كمان ليد تو. طيب لانج كانسر كان ريزلت ايه؟ سموكينج، سرطان الرئه، ممكن ينتج عن، يبقى فروم. I am sure he she has the right qualities to perform. qualities يعني عندها الصفات او الخصائص المناسبه to perform the role، انها تؤدي الدور a team leader كقائد للفريق، يعني as تنفع. طيب ما فيش as في of، عايزك تركز كده، لو انت قلت لي the role of a team player هي the role as a team player. I have always dreamed a dream of، وممكن dream about، انت في الاختيارات مديني of، خد ال of. I have nothing common in common يعني مشترك. The English اللي هم الانجليزيين يعني are very enthusiastic about، متحمسين بشأن. Never give up keep trying، لا تستسلم لا تتوقف، يبقى keep up. She received a prize، receive a prize for، يتلقى جائزة لي. My cousin decided to take up، take up دي لها معنى كثير جدا، اولا معناها يشغل حيز، يشغل فراغ يعني، كمان معناها يشغل منصب، توك اب كذا، ومعناها كمان يعني يصبح مهتما بشيء. على سبيل المثال my brother took up reading for 7 years، يعني اخويا فضل مهتم بالقراءة لمدة 7 سنين وبطل بعد كده. طيب الجملتين دول بقى جامدين جدا، بقول لك this research is invaluable يعني شديد القيمة، هو عايزك تجيب لي كلمة بتساوي invaluable. invaluable يعني valuable يعني so valuable، طب عكسها valueless و useless و unnecessary ممكن. Please inform us if there are any significant change. significant معناها مهم او ضروري او ملحوظ، عايزك بقى تجيب لي عكس significant، عكس significant المهم، عكسه unimportant، ما هو المهم عكسه غير مهم يعني unimportant. طيب الجملة اللي بعد كده بقولك ثابت is an average purse boy، ثابت ده ولد average متوسط يعني زي غيره. But احمد is ده متوسط او عادي، لكن ده غير عادي او استثنائي. كلمه نورمال يعني عادي، اكتشوال حقيقي، ارتفيشال معناها مصطنع، يبقى اكسبشنال استثنائي. هي سيلدم فيزيتس يعني قلما يزور هيز ريليتيفز ناو، قلما يزور اقاربه. كلمه سيلدم اللي معناها قلما بتساوي كان بي ريبليسد باي، ممكن نحل معناها نحطها مكان، تقول كلمه سيلدم يعني نادرا، يبقى ريرلي اللي معناها برضو نادرا. The two reports التقريرين are completely different مختلفين، زي are ما هم مختلفين يعني this is similar، لكن typical زي بعض تماما، familiar زي بعض، traditional تقليدي. During the presentation أثناء العرض التقديمي she paused for a minute، then she بقولك إن أثناء العرض التقديمي هي توقفت لثانية لدقيقة، ثم continued أكملت. ignore تجاهل، stop توقف، neglect تجاهل. He fought hard to overcome his disability، هو حارب بجد لكي يتغلب على إعاقته. أقرب معنى، الأقرب كلمة عكس disability، disability إعاقة، عكسها ability اللي هي القدرة، وcapability القدرة، يبقى الاثنين وcapacity sorry capacity القدرة، لكن incapacity اللي هو انعدام القدرة، incapacity بتساوي disability. The new museum is so impressive، المتحف الجديد impressive مبهر، عكس كلمة مبهر الشيء المبهر يعني اللي عجبنا، معناها ان هو uninteresting يعني غير شيق لم يعجبنا. طبعا كلمة remarkable ملحوظ او رائع، terrific يعني عظيم او رائع او فظيع الحلاوة يعني، fabulous يعني عظيم او رائع. فوزي fought the illness with courage، فوزي حارب اوقات او واجه المرض بشجاعة and determination واصرار. الكلمة اللي بتساوي كلمة determination اللي هي اصرار. dependence هترجم لك بقى، dependence يعني اعتماد، اعتماد يعني ايه انك تعتمد على شخص، مش اعتماد ان هو مكان معتمد يعني. conscience اللي هو الضمير. correspondence اللي هو المراسلة، حد المراسل اللي بعت لك رسالة فتسمها مراسلة. persistence اللي بتساوي determination، وهو عايز كلمة بتساوي الكلمة. المجموعة اللي بعد كده ودي اخر مجموعة هنحلها في الفيديو ده، بيقول لك في السؤال ده I had been waiting for، انا كنت بستنى فور يعني منذ before the train arrival one hour and a half. هو هنا عايز اقول لك ايه، لمدة ساعة ونصف. لو انت عايز تقول واحد ونصف، واحد ونصف من اي حاجة ايا كان، يعني انت عايز مثلا تقول ساعة ونص،
كتاب ونص كده يعني، فتروح انت عاملها بواحده من دول. الاولانيه انك تقول لي one وبعدين and a half، ركز فيها عشان انها مهمه بقى، وبعدين اسم جمع. دي الطريقه الاولى one and a half اسم جمع. الطريقه الثانيه انك تقول لي a او an يعني، وبعدين انت عايز تقول نصف، يبقى ان هجيبها لك ازاي، ان او ا وبعدين الاسم وبعدين اند ا هاف. تعال نشوف كده انا عرفت اصيغها بشكل بسيط ولا ايه. عايز اقول لك مثلا ساعه ونص، يبقى 1 اند ا هاف، انت قلت لي ساعه يبقى اور، بس انت هتخليها جمع. او انك تقول لي ان، انت بتتكلم على الساعه، يبقى ان اور اند ا هاف. عايز اقول لك برتقاله ونص، يبقى 1 اند ا هاف. اهم حاجه عندي انك تقول اورنجس، او انك تقول ان اورنج اند ا هاف. بالمنظر ده كده انت كده معناها ونصف. طيب ارجع كده جملتك الثانيه اللي بتحكي فيها دي. الراجل انا بقول لك ايه، انا استنيت لمده ساعه ونص، يبقى انت عندك 1 and a half hour كلها صح، بس المفروض ما تبقاش hour، تبقى hours. اصل الواحد مفرد في الانجليزي، طب الواحد ونص جمع، عشان كده المفروض تبقى hours. طيب 1 and a half hours دي مظبوطه، an hour and a half مظبوطه، يبقى كده b and c ارجع اللي انا قلتهم تاني هتلاقيها مظبوطه. بيقول لك the baby was born a heart problem، احنا قلنا be born with وبعدها مشكله صحيه او صفه جسمانيه، يبقى كده with مشكله في القلب. لكن انتو a poor family مثلا، on Sunday in March he had been a for depression، اللي هو الكسل اللي معناه الاكتئاب، four years. هنا في مشكلة أو في ملحوظة هو مكتوبة في الكلمات اللي ورا، إن عايزك تعرف إن cure of، لكن treat for، والراجل هنا مديني for، خلاص يبقى أنت تاخد له treated. طب اللي بعدها that antibiotics not أحمد of، يبقى أنت هتاخد cures. had هو بيعالج من الاكتئاب، لكن هنا هذا الانتيبيوتيك يعالج احمد من الاكتئاب او من المرض، فكده كده يعالج تريت فور، وادي فور اهي، كيور اوف وادي اوف اهي. هي از فيري سكسسفول از ا دكتور، يعني هو ناجح كطبيب ما فيهاش مشكله. الجمل اللي في النص الثاني ده كلها كده واضحه ما فيهاش اي قضيه. ليرنينج ذيس سكيل، تعلم هذه المهاره، in a short time في وقت قصير، was not of success يعني كان sign of success. sign of يعني علامة على، لما تكون انت قاعد على الكرسي واحد كبير يبقى ده علامة على سوء الاحترام. طب لو انت قمت لي يبقى دي اسمها sign of respect يعني علامة على الاحترام. proof يعني يثبت، evidence يعني دليل، وscore يعني يحرز، وscore دي يعني 12 حاجة. يعني لو انت قلت لي I have two scores of pens يعني انت عندك 24 قلم، السكور 12. There wasn't enough time to know the information before the meeting، لم يكن هناك وقت كافيا لكي نعمل ايه في المعلومات قبل الاجتماع. اولا evaluate يعني يقيم، هي دي، ما كانش في وقت كافي عشان نقيم المعلومات قبل الاجتماع. طب ما appreciate يعني يقيم او يقدر، بس بمعنى يشكر زي ما اتفقنا. Our teacher always urges for rights، هنا بقى دي محتاجة اوضحها لك عشان دي في الجول. موضوع الابوستروفي اس بتاع الملكيه ده حواره ايه بالظبط بقى؟ بص يا سيدي، حواره كالتالي، هنعمل بس كده ثانيه، عايز احسم لك حوار الملكيه. بص لو انت معاك اسم جمع، اسم جمع شاذ، يعني ايه اسم جمع شاذ؟ زي كلمه من، فانت بتضيف ابوستروفي اس عادي جدا، زي ما نقول مثلا منز وير اللي هي ملابس الرجال. طب لو انت معاك اسم جمع منتظم، يعني اسم جمع منتظم؟ زي مثلا على سبيل المثال كلمه بوي يعني ولد، جمعها بويز، اضفنا لها اس عادي، فده منتظم فنضيف ابوستروفي. اذا نضيف ابوستروفي فقط. طب لو انت مع سيادتك اسم، لو معاك اسم مفرد اخره اس، او اسم مفرد عادي ما فيهوش اس في الاخر، يعني اسم مفرد اخره اس، زي على سبيل المثال انس زي ما اتفقنا قبل كده، فانت عندك احتمال من اتنين، انك تكتب انس كده وابوستروفي، او انك تكتب انس كده وابوستروفي اس. يعني انت هنا عندك الاحتمالين، ابوستروفي لوحديها وابوستروفي اس برضو تنفع. طب لو اسم مفرد عادي زي مثلا بوي ولد، فاحنا بنضيف ابوستروفي اس، هتبقى بويز كده. على سبيل المثال بويز مثلا كارز مثلا، يعني سيارة الأولاد على سبيل المثال.
دي فكرة. الفكرة التانية اللي عايزك تعرفها، طب مثلا معلش كلمة children، children children الأطفال، عايز أقول ملابس الأطفال، عايز أقول children clothes مثلا، ملابس الأطفال. هتسأل نفسك هو children ده عبارة عن إيه؟ عن اسم جمع، آخره اس ولا اس جمع شاذ؟ لا ده جمع شاذ، يبقى نضيف أبوستروف اس، فهتروح أنت رازع لي أبوستروف اس. الملحوظة الأخيرة هنا في الحتة دي، إيه الفرق بين إنك تقول عمر and منز بن، وإنك تقول عمرز and منز بنز؟ ركز لي كده، انت هنا جبت لي ابوستروف اس واحده، لكن هنا انت عملت لي ابوستروف اس and ابوستروف اس، عمر and منز، عمرز and منز. الفرق بينهم كالتالي، ان ده قلم واحد للاثنين، لكن ده قلمين لكل شخص منهم قلم. الفرق بينهم هنا كده. فلما تقول لي في الجمله عمر اند منى بن، يعني قلم عمر ومنى. طب معلش هو انا مش ممكن اجيب منى الاول؟ يعني عادي، هات منى في الاول اند عمر وحط لها الابوستروف اس، يبقى منى اند عمرز بن. المهم انك تعمل لي ابوستروف اس في واحده بس من الاثنين. طيب ادخل بقى كده على اللي عليها الدور. طب بناء على ما تقدم بقى، الراجل بيقول لك في الجمله ان المعلم بتاعنا دائما بيناضل من اجل حقوق الاطفال. هروح انا قايل لنفسي كواحد طالب كده ذكي بيفهم، تشيلدرن يا باشا يعني طفل، ده اسم جمع شاذ، بنعمل ايه مع الاسم الجمع الشاذ؟ بنضيف له ابوستروف اس، ناخد برقم سي وكده شكرا. اخر جمله بقى دي فيها وقفه لن اقفها في هذه المره، يعني هنخليها للفيديو الثاني من الكتاب، من محتوى الكتاب ده، عشان ما نطولش اكتر من كده في الفيديو. A lot of the English cities، الكثير من المدن الانجليزيه have their own sports teams، الفرق الرياضيه. الفكره دي هميز لك الفرق بين سبورت وسبورتس وسبورتيف وسبورتي، الحاجات الحوار ده كله كده في اول الفيديو الثاني. لو انت بتسمعنا على اليوتيوب وحابب تشترك معانا في المحتوى الخاص فاهلا بك. احنا بنشتغل في ايه؟ بنشتغل من الاتي، اولا من الكتاب المعاصر، خلصنا منهج الترم الاول كامل وده موجود ومسجل، مفيش جمله بتعدي غير لما نقف عليها. واحنا حاليا في الترم الثاني شغالين في الوحده التاسعه. في طبعا فيديوهات خاصه بالمهارات وكل قواعد اللغه الانجليزيه موجوده بلا استثناء. طبعا القطع برضو بنحلها وبنقراها وكده، والافلام انت عارفها دي. الحاجه الثانيه بقى حضرتك، احنا شغالين في محتوى كتاب A1 Practice. A1 Practice ده الكتاب اللي كله اسئله، الكتاب ده كان كله اسئله. فلو سيادتك حابب تشترك معانا برضو موجود، ممكن تبعت لي رساله على رقم موبايلي اللي هكتبه لك دلوقتي تتواصل معانا فيه. حاليا احنا شغالين في الكتاب ده اللي انت سمعت منه فيديو، ده كتاب A1 تريجر. A1 التريجر ده عباره عن في شرح وفي اسئله. لو حابب تشترك معانا اهلا وسهلا بيك، ممكن تشترك معانا عن طريق انك تبعت لي بس رساله على الواتساب او على التليجرام على 010 20 78 78 39، واطلب تفاصيل الكتاب اللي انت محتاجه، دي 3 مش 2. طبعا احنا بننزل الاسئله في الحصص وفقا لجدول، ونلتقي ان شاء الله هناك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.